وحول هذا الموضوع قال سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الإسكان إن تسريع حصول المواطن على السكن تحقق من خلال المشاريع والمدن الجديدة التي تقوم بها وزارة الإسكان. تركزت أهداف برنامج الحكومة على تسريع حصول مواطن على السكن، وهو الحمد لله تحقق من خلال تنفيذ المشاريع والمدن الجديدة التي قامت بها وزارة الإسكان، وأيضا إن شاء الله في القريب العاجل بيكون هناك مدينة شرق سترة، وإن شاء الله الآلاف بيستفيدون من هذا المشروع. أيضا حققت الحكومة الموقرة تقدما كبيرا على صعيد تقديم الخدمات الفورية للمواطنين. برنامج مزايا الحمد لله كان يعني برنامج له صدى كبير في القطاع العقاري، ومن خلال برنامج مزايا تم توفير 9600 خدمة إسكانية فورية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا معناته أن الحمد لله 9600 أسرة بحرينية حصلوا منازلهم أو وحداتهم السكنية.